الهارد درايف سبيد اند كاشينج. الديسك اكسس تايم هو التايم الكلي اللي بيحتاجه الهارد درايف بتاعي عشان يقرا او يكتب الداتا، وبيتكون من السيك تايم والروتيشنالي ديلي والداتا موفمنت تايم. والسيك تايم هو التايم اللي بتتحرك فيه رؤوس القراءه والكتابه للوصول للسلندر اللي هتقرا او تكتب الداتا عليها. اما روتيشنالي ديلي هو الزمن اللي بتدور فيه الهارد ديسكس للوصول للمكان المطلوب على السلندر اللي رؤوس القراءه والكتابه هتبدا تستخدمه. واخر حاجه عندي الداتا موفمنت تايم، هو التايم اللي بتتقري فيه الداتا من الهارد ديسك وتتنقل للميموري، او الوقت اللي الداتا هتتنقل فيه من الميموري وتتخزن على الهارد ديسك. بعد كده الديسك كاش او الديسك كاشينج هو نفس فكره الكاش ميموري اللي كانت في شابتر 2، وبتبقى فايده الكاشينج هي تحسين اداء الجهاز بحيث انها تسرع من تعامل المعالج او البروسيسور بتاعي مع الانظمه الفرعيه للجهاز. والديسك كاشينج هنا مفروض انه بيستخدم جزء من الرام بيتخزن فيه كوبيز من الداتا او البروجرامز اللي موجود على الهارد درايف واللي ممكن يحتاجها المعالج او البروسيسور، فبيتم استرجاعها من الديسك كاش عند الحاجة اليها بدل من استرجاعها من الهارد درايف نفسه، لان استرجاعها طبعا من الميموري بيكون اسرع من استرجاعها من الماجنتيك هارد ديسكس او الهارد نفسه. الخلاصة يعني عند استدعاء اي بيانات من الهارد بيتم البحث عنها في الديسك كاش الاول، لو موجودة يبقى تمام وبتبدأ معالجة البيانات دي، ولو مش موجودة بيتم استرجاعها من الهارد ديسكس او الهارد نفسه. بعد كده الهايبريد هارد درايف المفروض ان هو كومباينيشن ما بين الفلاش ميموري والماجنتيك هارد درايف، بيستخدم الفلاش ميموري تكنولوجي في الكاشينج، كمان هو بيسمح بالانكريبشن او بالتشفير. ده شكل الهايبريد هارد درايف، بلاقي ان هو بيتكون من ماجنتيك هارد درايف وادي الاجزاء بتاعته زي ما اتكلمنا عنها قبل كده، وده الجزء الخاص بالفلاش ميموري ديسك كاشينج. بعد كده البارتيشننج اند فايل سيستمز. يعني ايه بارتيشننج؟ البارتيشننج هو تقسيم سعه الهارد درايف الواحد لوجيكالي لاكتر من بارتيشن، وبتكون البارتيشنز دي منفصله عن بعضها، تعتبر البارتيشنز وكانها اندبندنت هارد درايفز. كمان البارتيشنز هي كانها لوجيكال درايفز. بتستخدم البارتيشن فيه اول حاجه ان هي بتكرييت ريكفري بارتيشن. يعني ايه؟ يعني لو نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم بتاعي واقع او حصل فورماتنج للسي، بيبقى عندي بارتيشن الدي مثلا في الداتا اللي محتاجها عشان ارجع الهارد درايف بتاعي لحالته اللي كان عليها لما اشتريت الكمبيوتر. كمان هو بيكرييت لوجيكال درايف جديد للداتا، لان لما بيبقى عندي كذا بارتيشن ليهم اسماء السي والدي والاي، بقدر اعمل لوجيكال فايل ريبريزنتيشن زي ما قلنا الايه لملف عندي. كمان بيكرييت الدول بوت سيستم، يعني يبقى عندي اتنين اوبريتنج سيستم على الجهاز، وليكن مثلا زي الويندوز واللينكس، فبيبقى عندي نظام تشغيل على بارتيشن والنظام التاني على البارتيشن الاخر، وده معناه ان كل قسم هيبقى له نظام تشغيل منفصل له. الفايل سيستم او ملف التشغيل، وده اللي من خلاله بيحدد حجم البارتيشن او حجم الكلاستر بتاعي او الماكسيمم سايز بتاع الدرايف او الماكسيمم فايل سايز. انواع الفايل سيستمز او انواع ملفات التشغيل في الفات والفات 32 والان تي اف اس. نظام الفات وهو اختصار لفايل اللوكيشن تيبل، وده كان نظام قديم موجود في الدوس والويندوز 95، وكان النوع ده بيستخدم حجم كلاستر كبير، والكلاستر زي ما قلنا هو الوحدة الرئيسية لتخزين الملفات. كمان ما ينفعش اخزن اكتر من ملف واحد على الكلاستر في نفس الوقت حتى لو هتبقى فيه مساحة فاضية في الكلاستر. يعني مثلا لو جيت خزنت ملف حجمه 12 كيلو بايت على نظام تشغيل بيعمل بكلاستر حجمه 32 كيلو بايت، فهلاقي ان الملف بتاعي ده هيتخزن وهيتبقى 20 كيلو بايت غير مستخدمة، وطبعا كل ما بيزيد عدد الملفات المحفوظة هتزيد المساحة المهدورة. كمان لازم اعرف حاجة، ان حجم الكلاستر بيعتمد على حجم البارتيشن. يعني في المثال اللي احنا لسه قايلينه ان حجم الكلاستر كان 32 كيلو بايت، فبلاقي ان في الحالة دي بيكون حجم البارتيشن بتاعي 2 جيجا بايت. لو جيت اتكلمت على النظام التاني اللي هو فات 32، فده نظام احدث من نظام الفات السابق، وفيه بيتم تقليل حجم الكلاستر، فبالتالي بيقل حجم المساحة المهدورة عند تخزين الملفات، وبيكون حجم الكلاستر تقريبا 4 كيلو بايت لو حجم البارتيشن نفسه كان 2 جيجا بايت زي المثال اللي فات.
فلو جينا شفنا الملف السابق اللي كان حجمه 12 كيلو بايت، هنلاقي ان هو هنا هيتخزن على 3 كلاسترز، ومش هيبقى فيه اي مساحة مهدورة، بعكس النظام الاول اللي كان فيه 20 كيلو بايت، ايه، مساحة فاضية او مساحة مهدورة. النظام التالت اللي هو ال NTFS، وده اختصار لنيو تكنولوجي فايل سيستم، وبيستخدم حجم صغير جدا للكلاستر، تقريبا 512 بايت، فبتقل المساحة المهدورة جدا او تكاد الا تكون موجودة. ده شكل البارتيشنز بتاعتي. هلاقي هنا عندي ان هما 2 بارتيشنز اللي هما ال C و ال D، وممكن طبعا اقسم الهارد بتاعي ل 3 او 4 بارتيشنز. الهارد درايف انترفيس ستاندرز، هو ازاي بقى الهارد درايف بتاعي ده هيتوصل بيه الكمبيوتر. اشهر طرق التوصيل، اول حاجه البارالل اي تي اي او اللي هي الباتا، وده اختصار لبارالل ادفانسد تكنولوجي اتاتشمنت. هي اقدم وابطا طريقه، ومفروض ان هي بتعتمد على التوازي، من اسمها من بارالل، وفيها بيكون كابل الهارد بتاعي متقسم لمجموعه من البنات او البنز اللي بترسل المعلومات، وبيبقى في بنز تانية بتستقبل البيانات في نفس الوقت. في الغالب الكابل ده بيكون 40 بنز، 20 بن بترسل وال20 بن التانيين بيستقبلوا في نفس الوقت. معدل نقل الداتا هنا بيكون بطيء رغم انه بيعمل على التوازي، تقريبا معدل نقل الداتا بيكون من 5 ل 130 ميجا بايت في الثانية الواحدة. لو جينا شفنا النوع التاني فهنلاقي اللي هو السيريال اي تي اي، اللي هو اختصار لسيريال ادفانسد تكنولوجي اتاتشمنت، وهنا بيكون معدل نقل الداتا اسرع رغم ان الهارد بيكون بيشتغل على التوالي مش على التوازي. بيكون الكابل تقريبا 7 بنز، منهم 3 بنات متوصلين بالجراوند. معدل نقل الداتا هنا بيوصل ل 600 ميجا بايت في الثانيه الواحده، وده تقريبا نظام التوصيل بتاع معظم الاجهزه الموجوده حاليا. النوع الثالث عندي اللي هو ال SCSI، وده اختصار لسمول كمبيوتر سيستمز انترفيس، وده بيسمح بتوصيل 8 هارد في مخرج واحد من خلال كابل معين للكلام ده، ومعدل نقل الداتا فيه بيوصل ل 640 ميجا بايت في الثانيه الواحده. كمان بنلاقي ان طريقه التوصيل دي بتكون ملائمه اكتر للسيرفرز وقواعد البيانات، ومش بتبقى مناسبه للمستخدم العادي. يعني قليل جدا لما هتلاقي ماذر بورد بتدعم هذا النوع من الايه، من الهارد. اما الاس اي اس فده تطوير للاس سي اس اي، بيكون معدل نقل الداتا فيه تقريبا 768 ميجا بايت في الثانيه الواحده، والاس اي اس هي اختصار لسيريال اتاتشد اس سي اس اي. بعد كده لو اتكلمنا عن الاوبتيكال ديسكس او الاقراص الضوئيه، بنقول هي الديسكس اللي بتتخزن عليها الداتا عن طريق اشعه الليزر. بتتقسم لمجموعه من السيكتورز زي الماجنتيك هارد ديسكس اللي كانت في الماجنتيك هارد درايف. تاني حاجه بقول ان الداتا برضو بتخزن في شكل الصفر والواحد، وان الترانزيشن ما بين البيت واللاند ده بيمثل الواحد، لكن لو ما فيش ترانزيشن فده الزيرو. وهنشوف السلايدز اللي بعد كده ايه هي البيت وايه هو اللاند. طيب انواع الاوبتيكال ديسكس ممكن تكون ريد اونلي او ريكوردابل او ريرايتابل. ده شكل الاوبتيكال ديسكس، واول حاجه هلاقيها ان هي بتتكون من مجموعه من التراكس او اللي هي المسارات الدائريه دي اللي نفسها كان موجود على الماجنتيك هارد ديسكس. تاني حاجه بتتكون منها اللي هي السيكتورز او مجموعه القطاعات دي. لو جينا شفنا بعد كده عمليه الرايتنج او عمليه الكتابه، هنلاقي ان الكتابة على الديسك بتتم من خلال اشعة الليزر. اشعة الليزر دي اللي بتسقط على سطح الاسطوانة فبتعمل لي البيتس، يبقى البيتس هي مفروض المناطق المظلمة اللي بتبقى موجودة على سطح الاسطوانة، او بتسمى بديبريشن او هولز. اما لو جيت شفت عملية القراءة فهلاقي ان القراءة على الديسك بتتم من خلال شعاع ليزر. شعاع الليزر ده بتكون شدة الاضاءة بتاعته ضعيفة، وبيقرأ الترانزيشن ما بين البيت واللاند، وده اللي بيمثل لي الواحد. اما التايم ما بين كل ترانزيشن والترانزيشن التانية فده بيمثل الزيرو. الاوبتيكال درايفز هي الدرايف المخصصة عشان السي دي او الدي في دي او البي دي بتاعتي. طيب البيرنينج هي عملية تسجيل الداتا على الديسك نفسها. لو جيت اتكلمت على السي دي ديسكس اللي هي بتستخدم اشعة الليزر اللي تحت الحمراء، وساعة التخزين بتاعتها ممكن توصل ل 650 ميجا بايت. الدي في دي ديسكس اللي هي بتستخدم اشعة الليزر الحمراء، وساعة التخزين للسنجل لاير الواحدة 4.7 جيجا بايت. اخر نوع اللي هو البي دي ديسكس، ودي بتستخدم اشعة الليزر اللي هي الزرقاء او البنفسجية، وساعة التخزين للسنجل لاير برضو بتبقى تقريبا 25 جيجا بايت.
ممكن طبعا الدرايف بتاعي يبقى انترنال او اكسترنال درايف. لو اكسترنال قلنا بيتوصل بالايه، باليو اس بي كيبل، ويتوصل بعد كده باليو اس بي بورت على الجهاز. ده شكل اكسترنال درايف اهو متوصل بيو اس بي كيبل بجهاز اللاب اللي موجود. لو جينا اتكلمنا عن الريد اونلي ديسكس، هي الديسكس اللي انا ممكن اقرا بس من عليها لكن مش هقدر اكتب. اول نوع اللي هو السي دي روم او الكومباكت ديسك ريد اونلي ميموري، في منها كمان الدي في دي روم والبي دي روم، فبلاقي ان دايما كلمه روم موجوده فيها اللي هي اختصار لريد اونلي ميموري، او بتعرفني ان الديسك اللي قدامي دي هي ايه، هي ريد اونلي ديسك. طبعا في الغالب هي بتبقى جايه الحاجه او الداتا متسجله عليها، زي مثلا السوفت وير بروجرامز او الكليب ارتس او الميوزك او الموفيز او بعض الايه الجيمز. الريكوردبل ديسكس هي الديسكس اللي انا ممكن اكتب عليها لكن مش ممكن ان انا امسح من عليها او ان انا اعيد استخدامها تاني. في منها السي دي ار او الدي في دي ار او البي دي ار، طبعا حرف الار ده اللي هو بيشير الى ريكوردبل. كمان ممكن بستخدمها في تخزين الملفات او الميوزكس او الموفيز. دي اشكال الريكوردبل ديسكس، سواء سي دي او دي في دي او بي دي، والساعه التخزينيه بتاعتها. الريرايتبل ديسكس، ودي الديسكس اللي انا ممكن اسجل عليها او امسح منها او اعيد برضو الكتابه عليها في اي وقت، زي الماجنتيك ديسكس. هي في منها السي دي ريرايتبل او الدي في دي ريرايتبل او البي دي ريرايتبل، وممكن تكون تو لاير او دوال لاير.